دلوقتي احنا جينا لاخر حاجه في حلقتنا اسمها سرك مش في بير. بديكي سؤال، عايزه تقولي هتقري انت وتجاوبي عليه بصوت عالي ولا في سري؟ لا في سرك. ازاي يعني؟ صوت عالي طبعا. لو مش عايزه هتقلبي كده. طيب يلا يلا. كان هناك دور في انت خلاص قررتي انك تجاوبي؟ امال ايه، ما انا مش هقرا دلوقتي ولا ايه؟ اقري الاول في سرك يمكن تلاقي فيه مشكله ما تحبيش. شفتي انا خايفه عليكي ازاي؟ حبيبتي. حبيبتي حبيبتي. لا هو كان هتجاوبي؟ هجاوب. اقري السؤال. كان هناك دور في مسلسل وكنت قد بدأت البرباط. لا مفيش برباط بدأت، مفيش الكلام ده خالص. ولكن جالك السيناريو بس. ولكن جاءت فنانة معتدلة خلع الحجاب وخطفته منك. لا الثانية مش محجبة، اللي خدت الدور مش محجبة، مش خلع الحجاب. انا خدت اجابتي خلاص. خدتيها؟ طب خدي بقى. مش معتزلة بس خلع الحجاب. خلاص كده؟ خلاص كده. طيب ميرسي يا بسمة. احساسك ايه؟ احساسي ان انت جميلة وربنا يشفيكي ويعافيكي ويديك الصحة والعافية ويفرح قلبك بولادك، وخدي بالك من صحتك حبيبتي. خدي بالك من صحتك. وانا مبسوطة ان انا شفتك. وانا كان كتير قوي ما شفتكيش. والله وربنا يجمعني بيكي على الخير. يا رب يا رب. ونبقى في الله كده. امين. صحبه أمين. في الله. يا رب يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا، ونشوفكم بكره في حلقه جديده، وتصبحوا على خير.